شكرا لأنكم شرفتمونا بحضوركم وأثريتمونا ببهائكم ونورتم باحاتنا بأنوار محبتكم. أهلا ضيوفا كالربيع حضورهم دثر السعادة في الربا ألوانا. أهلا ضيوفا قد تسامى قدرهم لبوا النداء وصافحوا الوجدان. الوسيلة أهمية كبيرة في عملية التعليم والتعلم وسرعة إيصال الفكرة لذهن التلاميذ، حيث يراعي من خلالها الفروق الفردية بين التلاميذ أيضا، فهي تساعد على إشراك الحواس في عملية التعليم للتلميذ وترسيخ المعلومات، وتساعد على مشاركته بشكل إيجابي، وتساعد على التنوع في الأساليب، كما توفر وقت وجهد على المعلم. بهمتي وأخلاقي أخدم وطني. كانت الحكاية منذ البداية خطوة عبور مباركة في سبيل الله وفي سبيل وطني. انطلقت بأسمى غاية نحو قمم الإنجاز لنرفع هناك راية، فتضحك الأماني وتورق الأحلام وتشرق الدروب ويغدو الأمل واقعا. فبقلوب صادقة ونوايا مخلصة رسمنا المجد على صفحات سطرنا بمداد العزم والإرادة. فكان التنافس لنا شعارا والإتقان راية وعنوان. يدا بيد نمضي قدما نسد ثغرا ونشعل شمعة نور في درب الوطن. كيف حالك يا صديقي؟ لست صديقك. لماذا؟ لأنني أكرهك. ولم تكرهني؟ لأنك تمحين ما أكتب. أنا لا أمحو إلا الأخطاء. وما شأنك أنت؟ أنا ممحى وهذا عملي. هذا ليس عملا. عملي نافع مثل عملك. أنت مخطئة ومغرورة. لماذا؟ لأن من يكتب أفضل ممن يمحو. إزالة الخطأ تعادل كتابة الصواب. طوبى لمن عبس الزمان فأشرقوا، من أيقنوا إن الحطام سيورقوا، القائلين إذا الصعاب تعاظمت إن الفخار من الأسى يتدفقوا، من عانتوا أقدارهم لو غربت ساروا بما لا تشتهيه فشرقوا. الصابرين ولا على متجبر، والضائقين إذا الكروب تضيق. فأمر أمر قد يمر بامرئ هو أن يرى الدنيا تسير ويلحق. يا موطنا ركع الآباء لحزمه، أبشر فإن العاديات ستسحق. أبشر فإنا من خبرت وإننا من أنزلوك بذي العيون وأطبقوا. Thank you.
تم افتتاح معرض الوسائل التعليمية لمادة الرياضيات للأستاذ المبدع طيار جمعة طيار في مدرسة بعزاني، وتم الافتتاح هذا المعرض في القرطبة للبنات في الساحل الأيسر من مدينة الموصل. طبعا تخلل المعرض مجموعة من اللوحات الرائعة والجميلة والفكرية والعلمية. جسام أحمد يوسف مدير التعليم العام والملاك في تربية نينوى. في هذه الوسائل التعليمية جدا مهمة، يوضح لجميع التلاميذ أو المدرس أو المعلمين المادة الرياضيات كيفية وصول المادة التعليمية إلى التلميذ. دكتور رياض حموكة مدير قسم تربية بعشيقة. أستاذ قام بتوفير هذا المعرض كاملة بجهده الخاص بدون أي دعم، ونتمنى أن من مديرية عامة تربية نينوى ومن كل من يعنيه الأمر أن يقدم الدعم لهكذا أساتذة لهم مكانة وتقدم الخدمة للصالح العام. أملنا كان بحضور عدد كبير من المعلمين لكي يستفادوا من هذه التجربة لهذا المعلم.